ومعنا هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. مرحبا بك. اذا كيف تقيم اداء حكومه عبد المهدي في المده الماضيه وحاليا؟ هل بالفعل اخفقت كما يؤكد معهد جالوب؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمه. حقيقه يعني التعليق على موضوع مدى نجاح او فشل حكومه عادل عبد المهدي، أنا في رأيي أني لا أرى حكومة عادل عبد المهدي مختلفة عن الحكومات التي سبقتها، إنما هي مجرد حكومة تكمل مشوار الحكومات التي سبقتها من حيث فشلها في أدائها الوظيفي وفي إدارة هذا البلد وحتى على مستوى السياسة الخارجية. فهي لم تأتي بجديد، وكل الشعارات التي رفعها عادل عبد المهدي على أنه سوف يفتح صفحة جديدة في حكومته مختلفة عن باقي الحكومات لم تثبت مصداقية كلامه هذه الثمانية أشهر الماضية، وتم تكريس موضوع المحاصصة الحزبية والمحاصصة الطائفية كما كان يفعل ذلك في الحكومات السابقة، ولم تختلف بشيء عن تلك الحكومات، ولم يأتي بشيء جديد. إلا الشيء الوحيد الجديد انه بشخصيه عادل عبد المهدي هو اضعف شخصيه لمنصب رئاسه وزراء مرت على يعني الحكم العراقي ما بعد الاحتلال ولحد الان. اذا يعني ما ابرز ملامح هذا الاخفاق في حكومه عبد المهدي باختصار؟ يعني الحقيقه يعني عوامل الفشل التي وقعت فيها حكومه عبد المهدي هي لا تختلف كثيرا عن العوامل الفشل التي وقع فيها سابقيه من حكومات ما بعد الاحتلال. يعني ربما اذا يعني حاولنا حصر بعض هذه الاخفاقات من حيث يعني استنادا الى برنامجه الحكومي الذي اعلن عنه حين تسلمه منصب رئاسه الوزراء، فهو يعني مثلا لم يتخذ خطوات حقيقيه في مكافحه الفساد وتنامي هذه الظاهره، بل العكس، انما يعني تأسيس لمجلس مكافحة الفساد لم يقم بأي خطوة جدية لمكافحة هذه الظاهرة، إضافة إلى أنه في هذه الثمانية أشهر من عمر حكومته لوحظ أن هناك تراجع أمني خطير في يعني المناطق المحررة، بالذات في يعني محافظة الموصل وديالة وكركوك وحزام بغداد. يعني إضافة إلى ضعف الأداء الحكومي في توفير الخدمات للمواطن، ارتفاع نسبة البطالة، يعني انتشار امراض فتاكه مثل انتشار المخدرات وحالات الانتحار، عدم حسم الحقائب الوزاريه ايضا. نعم، هذه كلها تمثل كثير. يعني عوامل فشل لهذه الحكومه. طيب، ولكن ائتلاف دوله القانون ذكر ان تحالفي الفتح وسائرون يتحملان مسؤوليه فشل حكومه عبد المهدي، الى اي مدى ترى صحه هذا الحديث؟ ربما هذا الرأي لأن يعني عادل عبد المهدي الذي جاء بدون أي كتلة سياسية يعني ينتمي لها، هم يعني يرجحون أن الفشل هو يتحمل تلك الكتلتين التي رشحت عادل عبد المهدي. لكن أنا في رأيي أن النظام السياسي الذي يحكم الآن في البلد وكل الكتل والأحزاب السياسية العاملة في هذه العملية السياسية هي مشتركة ومتورطة في هذا الفشل، فالجميع هم توافقوا على هذه الشخصية، والآن يعني كثير منهم ينتقدون هذه التجربة لعادل عبد المهدي، لكن في الحقيقة لا يمكن استثناء أي تكتل سياسي من الفشل الذي يعني وصلت له حكومة عادل عبد المهدي. طيب أستاذ نظير، ما تفسيرك لعدوى الانتقال إلى المعارضة؟ يعني أغلب شركاء العملية السياسية الآن أصبحوا يقفزون إلى سفينة المعارضة. طبعا هم يروجون، هذه الأحزاب التي انتقلت إلى ما يسمى بالمعارضة، هم يروجون لأنفسهم بأنهم هم ناقمين على الحالة المتردية والإداء السيء لعادل عبد المهدي، لكن حقيقة الأمر أن هذه الأحزاب وهي ترى وتراقب أن حكومة عادل عبد المهدي وعلى مستوى الأداء الذي تقدمه حاليا هي آيلة للسقوط لا محالة، فبالتالي هي تهيئ من نفسها كبديل له لاستلام رئاسة الوزراء. هذا ما يفعل حيدر العبادي، هذا ما يفعل عمار الحكيم من خلال يعني يرجو أنه بالحكومة القادمة أن تكون له مناصب
وزارية كبيرة، لذلك هم ينتقلون إلى المعارضة ليس لأسباب أنهم يريدون حلول ناجحة للمشاكل العراق، إنما ليكون لهم حظ كبير في حكومة ستكون بديلة عن حكومة عادل عبد المهدي. أيضا ما الدور الذي أداه مبدأ المحاصصة وتقاسم الدرجات الخاصة فيما آلت إليه الحكومة حكومة عبد المهدي ومن خلفها أيضا شركاء العملية السياسية؟ يعني أنا يعني بتصوري أن هذه الفضيحة هي الفضيحة الكبرى لعادل عبد المهدي. هذا الرجل الذي ابتدأ رئاسة وزراء يعني إطلاق موقع إلكتروني لترشيح الشخصيات التكنوقراط والشخصيات المهنية لاستلام الوزارات، جاء استسلم بالنهاية إلى الضغوطات الكتل، ويعني شكل حكومته وفق المحاصصة الحزبية والطائفية. كذلك الآن هم يعني منشغلون في موضوع المناصب الخاصة، وال يعني أيضا كانت كلها عبارة عن توزيع يعني محاصصات حزبي وطائفي، بل وصل الأمر قبل يومين أعلن ظافر العاني الذي هو باللجنة النيابية للشؤون الخارجية يقول بأن السفراء العراقيين الذين يتم تعيينهم في بلدان العالم لكل 10 نواب لهم حصة بسفير واحد، وكأنما نحن نوزع يعني خرفان أو نوزع نعرف ماذا كيف يعني يفسروها، أنه يجتمعون كل 10 نواب لهم سفير، بعيدا عن كفاءة هذا الرجل، بعيدا عن مدى ما يقدمه للعراق، ولربما يعني هذا هو السبب الذي جعل من سفير العراقي في إيران يروج إلى بضائع تجميل نساء، ويعني هذه الضحالة هي نتيجة هذا السوء الذي يعتري العملية السياسية بشكل عام في العراق. شكرا جزيلا لك إذا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد نظير الكندوري.